ورجعنا لكم تاني وانضم الي البراعم نادي اسمنت حلوان، طبعا من البراعم المميزين والمتميزين بقياده الكابتن باسم لسيف. طبعا معايا اللاعب سيد طارق مواليد 2010. ازيك يا سيد؟ الحمد لله عامل ايه يا عرب؟ كويس. مركزك ايه بقى في الملعب؟ وينج شمال. وينج شمال، طب كويس. ومعايا اللاعب السيد حماده مواليد 2008. ازيك يا سيد؟ عامل ايه يا سيد؟ الحمد لله كويس. اخبارك ايه؟ الحمد لله. مركزك ايه في الملعب بقى؟ هاف يمين. هاف يمين، يعني هاف شمال وهاف يمين، طب كويس. ومعايا برضو في فقره مواهب على الطريق اللاعب زياد وليد مواليد 2010. عامل ايه يا زياد؟ الحمد لله. مركزك ايه يا زيزو؟ هاف يمين. هاف يمين؟ تمام. واللاعب جيد اللاعب علي حمدي برعم من براعم مواليد 2009. اخبارك يا علي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. مركزك ايه في الملعب بقى؟ الملعب راس حربة. راس حربة، مهاجم. ماشي. ومعايا اللاعب يوسف محمود عبد العليم مواليد 2007. اخبارك يا يوسف؟ الحمد لله. عامل ايه؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. طبعا البراعم هما النواة الحقيقية لكرة القدم في جميع الأندية، ولكن الضمير والأمانة لابد أن يتوفر المدرب الكف، المدرب الجيد لهذا السن، لأن طبعا البراعم في مراحل تعلم طوال فترة التدريبات وفي سنوات الطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة. طبعا البراعم هم النواة الحقيقية فعلا في معظم الأندية، لابد طبعا الاهتمام ويجب الاهتمام بهم بحيث اللي موجود كمدير فني أو مدرب للبراعم لابد طبعا أن يكون مؤهلا وأن يكون طبعا كفءا علشان الأولاد بتلقط أو بتستوعب النماذج من المدربين، ولكن للأسف الموجود على الساحة الرياضية الآن حرام، لا يصلح أن يكون مدربا. بنشوفه أكاديميات وفي أندية إذا كانت استثماري المدرب مش عارف يفرق ما بين أوجه القدم، ما بين الأمامي والخارجي والداخلي وباطن القدم، مش عارف الا باطن القدم بس، اما الامامي والداخلي والخارجي مش عارف يفرق، لانه ولا درس ولا لعب ولا عارف يفرق ولا عارف استخداماتهم في ايه. ولكن يجب على اولياء الامور يعني التريث في اتخاذ قرار ان انا بودي ابني لمدرب معروف، اكاديميه محترمه او نادي محترم، زي ما احنا بنشوف معانا لاعبين جيدين بنشوفوا حاجات كويسه جدا، الحاجات دي بتنطبق او طالعه من مدرب كف ومدرب جيد. فالبراعم هم النواه الحقيقيون للانديه، وطبعا لازم نشوف المدرب 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 المدرب. اوعى تتغرب في صفحته على الفيسبوك متصور مع الخطيب، متصور مع عباس، لا اوعى تشوفوا بقى متصور لي كذا وكذا وعامل شويه اعلانات واعلانات مموله والكلام ده والحوارات، لا طبعا. المدرب مدرب، اطلع على بطاقه الرقم القومي المهنه شوفها مدرب كره قدم، ولا انا اسف يعني فني ايه، فني دوكو ولا فني سيارات ولا فني ايه، اطلع على كارنيه نقابه المهن الرياضيه ان الراجل فعلا مشتغل وبيعمل في مهنة تدريب كرة القدم. لكن اللي موجود على الساحة الرياضية سمك لبن تمر هندي، وللأسف الشديد يعني معلش ناس دخلاء على هذا المجال لا يعرفون أي شيء نهائيا إلا السبوبة. فنتمنى طبعا إن شاء الله بإذن الله ياريت أو ولي الأمر يبقى عنده معرفة، زي ما احنا شايفين براعم كويسين، براعم جيدين معهم مدرب محترم، بدأوا يشتغلوا، بدأوا عندهم فكر، بدأوا توظيف جيد. شفنا البراعم عندهم توظيف، عندهم حاجات كويسة، مهارات بتنمى، يعني حاجات كويسة وعناصر لياقة بدنية بتنمى أيضا. معي الكابتن حسام علي مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي أحد أندية الممتاز به. أهلا وسهلا كابتن حسام. أهلا وسهلا بك كابتن أحمد. أخبارك إيه؟ الحمد لله كابتن عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله كابتن حسام. كابتن حسام قول لي كده بالنسبه لاخبار حراس مرمى قطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي. والله الحمد لله الحمد لله، احنا عملنا كم ماتش في الفتره اللي فاتت والحراس
راس ظهره بمستوى عالي جدا جدا، وده تحت اشرافك طبعا واشراف الكابتن احمد ديودار. والحمد لله قدمنا صوره كويسه لحراس مرمى الزرقاء ان شاء الله السنه دي، واقفين على نفسنا كويس، بنشتغل على نفسنا كويس، والاولاد بسم الله ما شاء الله عليهم الله اكبر كويسين جدا، عاملين شغل هايل في الماتشات الوديه اللي حصلت. طيب ابرز الحراس برضه ندوم حقهم يا كابتن، ابرز الحراس المرمى المتواجدين معاك. والله انا عندي اكتر من واحد، عندي رضا، عندي الشناوي، عندي عادل، عندي فؤاد، عندي محمد عادل، عندي محمد صبري، عندي كم عنصر كويسين جدا جدا في الفتره دي ظهروا ومستواهم عالي جدا الحمد لله. تمام يا كابتن حسام. كابتن حسام بنتكلم على نقطه البراعم طبعا والمدربين الموجودين على الساحه الرياضيه حاليا غير مؤهلين تماما، وطبعا وغير معتمدين اذا كان بالاتحاد المصري لكره القدم او بنقابه المهن الرياضيه. ايه رايك في هذا الوضع المغزي؟ لا هو الوضع ما ينفعش في الكره المصريه بصراحه. الاولاد ما بيتعلموش حاجه لان المدرب اصلا زي ما انت بتقول مش مؤهل. تمام. هو مش متعلم، هيعلمهم ازاي؟ فاقد الشيء اللي هيعطيه صح. لازم يكون لاعب، لازم يكون يعرف يشوط، يعرف يباص، انما ما فيش الكلام ده دلوقتي. تمام. ان شاء الله باذن الله نتغلب عليها باذن الله بجهود الناس طبعا الفاهمه وجهود الناس المتعلمه. شكرا جزيلا كابتن حسام علي مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين نادي الزرق الرياضي. سيد طارق مواليد كام انت؟ 2010. مركزك هاف شمال. افضل مباراه لعبتها بقى كانت مباراه دي؟ افضل مباراه لعبتها كنا بنلعب اول مباراه لعبتها كنا بنلعب في الجيزه. تمام. كنت بتلعبوا دوري الجيزه. كان مباراه في الدوري، ما تفتكرش اسم الفرقه ايه؟ لا. تمام. بس كانت مباراه كويسه. وانت سيد حماده افضل مباراه لعبتها بقى؟ افضل مباراه لعبتها كنا قصاد فريق برضو في 6 اكتوبر قصاد العالمين الجديده. تمام. وكانت مباراة كويسة؟ مباراة كويسة برضو، عرفنا نأدي لعبنا حلو، كنا بنلعب ونقسم. قولوا لي بقى التدريبات بقى المدربين شغالين معاك كويس، بتستفادوا؟ بنستفادوا والأدوات حديثة والمدربين معاملتهم كويسة و وهكون مدرب وقايل لك قول الأدوات حديثة دي؟ لا طبعا. ماشي. يعني في استفادة بتستفادوا في الملعب؟ بنستفاد كويسة؟ طبعا الكابتن علاء السعيدي والكابتن عمرو دبور البدني برضو، كابتن اسلام مواليد 2009، والتدريب البدني برضو والماتشات. يعني بتاخدوا بدني؟ بس بدني خفيف عشان انتوا براعم بقى، بدني بتكون حاجه خفيفه كده. لا بدني برضو حلو يعني شغال. انت اللي حلو حماد حبيبي حماد. زياد وليد قول لي بقى انت افضل مباراه لعبتها ولا لسه ما لعبتش دوري؟ لا لسه الدوري ما جاش. لسه منضم جديد، بتستفاد في التدريبات؟ اه. وشغال كويس؟ اه حلو كويس. ما كنتش كويس؟ لا كويس. طيب وانت قول لي عفروتو بقى علي حمد انت مهاجم كويس انت؟ قول لي كده عامل ايه؟ كله بيقول لك ده حتون ده بقى وحاجه كويسه. انت حدوده فعلا؟ ايه مركزك ايه بقى؟ مهاجم. بتمرس كويس؟ بصوت. ها عفريت ولا عفروتو؟ ها ما تعلي صوتك كده عفروتو؟ عايزينك تبقى لاعب كويس كده يا علي. زياد يوسف محمود عبد العليم مواليد 2007. مركزك ايه بقى يوسف؟ وسط. وسط. ماشي. مدافع بقى ديفندر كده ولا مهاجم؟ تمام. يعني ديفندر قوي كده زي فرح حمد ولا ايه؟ حابب تحب ازاي تكون زي مين كده؟ مع السلامه. ربنا يوفقك كده. قول لي كده افضل مباراه لعبتها؟ مع اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد في اسبانيا ولا في ايطاليا؟ في يعني أكاديمية أتلتيكو مدريد في مصر. ربنا يوفقك كده. دي أفضل مباراة لعبتها؟ بتستفادوا بقى في التدريبات؟ المدربين بيشتغلوا معاكم وقت كويس؟ في استفادة؟ في استفادة. يعني بتعلموا كويس؟ بنتعلم كويس. تمام. طيب يا ريت تعرضوا لنا الصور كده الخاص بقطاع الناشئين بنادي الزرع الرياضي أحد أندية الممتاز به. طبعا ده فريق التسعة الى 2003، فريق كويس جدا من الفرق في القطاع اللي لها دور كويس. الكابتن كريم احمد مواليد 2009، اللاعب زياد واللاعب
يوسف طبعا من لعيبه كويسين جدا في القطاع ده. فريق 2004 بنادي الزمالك كان عنده مباراه النهارده مع نادي اتحاد النصر، فاز 3-1 معاهم مدرب كوفة الكابتن احمد حمد ومجموعه كويسه من اللاعبين، الكابتن محمود حنفي من المدربين المميزين في القطاع، الكابتن محمد السبكي اسند اليه فريق مواليد 2006، وان شاء الله كل التوفيق للكابتن محمد السبكي. مدربين القطاع طبعا بقياده الكابتن اسامه حسن والكابتن احمد ددار طبعا من المدربين الاكفاء، وان شاء الله اللي يكون لهم باذن الله حاجه كويسه في القطاع. طبعا اللاعبين المميزين الحارس المرمى 2004 محمد علي واللاعب احمد خلف من اللاعبين المميزين وعبد الله حمدي، يعني مجموعه كويسه جدا في القطاع. بالنسبه للقطاع جيد اتبنى في قرابه الشهرين من اللاعبين، ده لعيب منضم حديثا لنادي الزرقاء الرياضي. طبعا الكباتن المحترمين كباتن القطاع الكابتن حسام والكابتن اسامه حسن. طبعا اللعيبه دي منضمه حديثا لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي، ومن اللاعبين كويسين لاعب محمد عبد الفتاح لاعب جاي جدا مواليد 99، ان شاء الله نتنبأ له بمستقبل طيب باذن الله. طبعا في لعيبه جيده جدا ان شاء الله يستحقون أن يكونوا في الفريق الأول إن شاء الله وفي أندية الدوري الممتاز بإذن الله هذا الموسم، وإن شاء الله بإذن الله كده يكون موسم طيب وموسم إن شاء الله بعيداً عن الأزمات وبعيداً عن الكورونا إن شاء الله بإذن الله، والحياة الحمد لله عادت لطبيعتها وتعود بإذن الله في القريب العاجل. طبعاً بحب أشكر البراعم في فقرة مواهب على الطريق، وطبعاً إن شاء الله بإذن الله كده نشوفهم بإذن الله نجوم مصر القادمون بإذن الله تعالى. هنطلع لفاصل ونستقبل برضه معانا في فقرة مواهب على طريق براعم نادي أسمنت حلوة. ورجعنا لكم في الفقرة الأخيرة من ضمن فقرات مواهب على الطريق. انضم إلي في الاستوديو الكابتن باسم لسيف المدير الفني لقطاع البراعم بنادي أسمنت حلوان. أنا أسف يا كابتن باسم. شرفنا كابتن. بارك الله يخليك. ومعانا اللاعب عمر شريف عبد المحسن مواليد 2009. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. عامل ايه يا عمر؟ كويس. ومعايا اللاعب صلاح محمد اللاذق الموهبة الجميلة لقطاع البراعم. أهلا وسهلا صباح. عامل ايه يا حبيبي؟ معايا اللاعب عبد الوهاب خيري لاعب براعم نادي اسمنت حلوان. امرك يا عبد؟ الحمد لله. عامل عبد؟ الحمد لله. سعيد عبد حبيبي. كابتن باسم كلمني كده عن قطاع البراعم والمدربين اللي شغاله، لان احنا خليتنا فضفض فعلا. والله يعني في الفقره اللي فاتت فضفضت كتير. والله لان للاسف الشديد زعلت ناس كتير. لا لا دي ما فيهاش زعل، لان دوت امانه في رقبتنا. للاسف الشديد والله المدرب ما عارف يفرق ما بين اوجه القدم الداخلي والخارجي والامامي، وبيستخدموا الايه وفي اوقات ايه لا يعرف، ما يعرفش حاجه. يقول لك ده شغل تربيه رياضيه، شغل تربيه رياضيه مش عارف يفرق ما بين ده وده. تقول هو انا درست تربيه رياضيه؟ لا انا ما فيش فعلا. ادام بتقلل من اللي قدامك اعرف انه افضل منك، لان التربيه الرياضيه طبعا تاج على رؤوسنا طبعا علما ودراسه وتطبيق طبعا، كل التقدير والاحترام للتربيه الرياضيه. كابتن كلمني سريعا عن قطاع البراعم بالنادي اسمنت. الحمد لله احنا عندنا مدربين على اعلى مستوى. تمام. بقيادة طبعا الكابتن علاء الصعيدي مدير القطاع، مدرب على اعلى مستوى، مدرب نادي بتروجيت سابقا. تمام. بسم الله ما شاء الله، يعني الكابتن علاء راجل اكاديمي كبير. معانا طبعا الكابتن عمرو دبور مدرب فريق 2008. معانا ايضا الكابتن اسلام سامي، حاجه جميله جدا في مدرب. طيب هناخد بس التليفون، جاي لنا من الكويت ابو يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك ابو يوسف، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله. الكويت عامله ايه؟ الحمد لله تمام والله بخير الحمد لله. يلا تيجي بالسلامه ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك يا باشا. ان شاء الله. تحياتي ليكم وفريق اعداد والكابتن باسم اسيف طبعا اللي منورنا. الله يخليك يا رب.
طبعا يوسف كان موجود معانا في الفقره السابقه طبعا، وانت اكيد شاهدته تمام وشفته طبعا موهبه كويسه ان شاء الله، وربنا يكرمه يا رب كده ويبقى حاجه كويسه باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طبعا اشكر برضك قطاع اسمنت حلوان بقياده الاستاذ وليد نادر طبعا تمام، وكابتن باسم ملاسيف وكابتن باسم حربي وكل مسؤولين القطاع. منظومة ناجحة إن شاء الله، وإحنا برضو بنضم صوتك لصوتنا إن شاء الله بإذن الله كده يكون حاجة كويسة بإذن الله. شكرا جزيلا أبو يوسف طبعا من الكويت. كابتن باسم اللي عايزين بقى نعرف عمر شريف بقى بتلعب فين عمر؟ أنا اسمنت حلوان. طيب مركزك إيه في الملعب كده؟ ديفندر. ديفندر، ديفندر كويس يعني؟ طيب وانت عبد الوهاب خيري مركزك في الملعب؟ باك رايت. باك رايت. طب بقى تلعب في الظهير الايمن ده؟ حاجه كويسه يعني. وانت صلاح؟ نص الملعب. انا اعرف ان جايب لي شهاده تقدير من وادي دجله صراحه، انت يبقى لعيب مميز. بطوله نادي وادي دجله الوديه الثانيه للبراعم. كويس صلاح. عبد المنعم كويس الحصول على المركز الاول، دي حاجه كويسه طبعا، شهادات كويسه طبعا، وان شاء الله كده نشوف حاجه كويسه. والميداليه ديت بقى بتاعت ايه بقى؟ نادي وادي دجله. انت برضه وادي دجله؟ طب كويس والله، يعني حاجه كويسه والله يا كابتن. لا صلاح موهبه كويسه جدا، ربنا يوفقه. يعني الميزه اللي فيه ان هو ملتزم اخلاقيا وسلوكيا تمام، وملتزم بالتدريبات تقريبا بنسبه 100%. تمام. ابرز اللاعبين بقى في الاكاديميه كابتن سريع عشان في النادي بقى في النادي. ابرز اللاعبين في النادي طبعا عندنا في 2007 محمد فاروق تمام بكري. عندنا احمد محمد القصري ايضا 2007 تمام. عندي برضو عبد الله وائل موهبه كويسه جدا كابتن فريق 2008. عندي احمد شهدي 2009 كابتن فريق 2009 تمام. عندي ايضا عبد الرحمن بودي اللي كان مع حضرتك الحلقه اللي فاتت تمام. عندنا الحمد لله عناصر كتير جدا، عندنا امير محمد الغريب 2011 عندنا الحمد لله، يعني عندنا مواهب كتير الحمد لله في القطاع. عندنا ايضا سعد عماد مدافع قوي جدا. طب تقولي بقى حابب توجه كلمه شكرك كده في خاصه للقطاع اسمنت، حابب تشكر مين؟ طبعا انا لو احب اوجه الشكر طبعا بحب اوجه الشكر لكل ولي امر طبعا ادانا الثقه تمام، ده رقم واحد. بحب اوجه الشكر طبعا لكل اللعيبه عندنا اللي طبعا بتجتهد، وياريت بعد اذن حضرتك فضل. اخص بالذكر احد اللاعبين عندي ده من محافظه البحيره كابتن من كباتن الفريق 2008 اسمه محمود عبد المعطي تمام. اللاعب ده بيجي حضرتك من البحيره حوالي ساعتين او ساعتين ونص للتدريب عشان يجي يتمرن. هو 2008 تمام. لعيب على فكره لعيب مبشر جدا ان شاء الله، ولعيب راجل راجل بكل المقاييس. لو نشوفه ان شاء الله ونستضيفوه معانا باذن الله. لا ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون مع حضرتك ان شاء الله. قول لي كده يا ابو هبه خيري كده، يعني حابب تشكر مين بقى كده اللي واقف جنبك ومساندك كده؟ احب اشكر طبعا كل المدربين القطاع تمام، وبابا وماما تمام اوعى تنساهم. وانت كده يا صلاح؟ مدربين القطاع وبابا وماما وعمي. ومين؟ وعمي. وعمك؟ ربنا يوفقك كده ونشوفكوا حاجه كويسه مع الكابتن باسم. وانت ختاما تحب تشكر مين يا كابتن باسم؟ طبعا انا لو احب اشكر خارج الوسط غير الوسط اكيد طبعا اتقدم بالشكر لوالدتي طبعا تمام، فوق كل شيء طبعا والدي اكيد، اخويا الكبير طبعا ربنا يشفي ابن حسام يا رب ان شاء الله. وانت عمر بقى؟ انا اشكر قطاع براعم نادي اسمنت حلوان. واحنا بنشكرك كابتن على فكره عمر بعد اذنك يا كابتن احمد عمر من اللعيبه المميزين جدا اخلاقيا وسلوكيا، ربنا يوفقه، والممتازين جدا في التعليم ومهاري جدا، دي اهم حاجه، ودمه خفيف زي ما انت شايف ان شاء الله. طبعا بنشكر طبعا ضيوف البراعم الجمال بقياده الكابتن باسم لسيف، وان شاء الله باذن الله نستقبلهم في حلقه قادمه باذن الله، ونتكلم اكثر بتقرير مصور من هذا القطاع المميز والمتميز بقياده الكابتن وليد نادر رئيس الجهاز. ان شاء الله باذن الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 11 وبرنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.